نعم، نحن متواجدون هنا بالمركز الرئيسي للصحافة بدولة قطر، المركز الرئيسي للصحافة الذي يضم كل الصحفيين الذين جاءوا من كل أنحاء العالم من أجل تغطية مونديال قطر 2022 الذي تفصلنا عنه يوم واحد من أجل انطلاق هذا المونديال المنتظر. نعم، اليوم عقد الرجل الأول على رأس الاتحاد الدولي لكرة القدم جاني انفانتينو ندوة صحفية تحدث فيها على نقاط عديدة وأهمها كانت الحملة الشرسة التي شنتها دول غربية على دولة قطر، وهذا كل هذا من أجل أن قطر أول دولة عربية والدولة مسلمة احتضنت هذا المونديال المنتظر منذ 2010. تحدث كذلك أن قطر مستعدة وأكد بأن هذا المونديال سيكون ناجح 100%. كانت معنا بعض التصريحات من جانب الصحفيين الذين حضروا هذا المؤتمر وتحدثوا حول النقاط التي تحدث عنها جاني انفانتينو. إذن هذا ما كان بحوزتي لهذه الساعات، وسوف نوافيكم بأخبار أخرى وصور أخرى تخص مونديال قطر 2022. كنت معكم أنا مفيدة قناة البلاد إيمان بوجملين من الدوحة القطرية.